السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم مستر رضا البيومي من قناة انجليزي اونلاين. اهلا بكم حبايبي ابطال الصف الثالث الاعدادي. في فيديو النهارده باذن الله هبدا معاكم اولى حلقات شرح منهج الترم الاول الخاص بعام 2024. وفيديو النهارده يكون الشرح من خلال كتاب المعاصر، برضو النسخة الجديدة لعام 2024، وهتكون نفس النسخة اللي معاك بالظبط. يلا بينا كده نشوف هناخد النهارده. محتوى فيديو النهارده هيكون عباره عن شرح lessons 1 and 2، الدرس الاول والثاني من يونت 1 اللي معانا بعنوان around town، في انحاء المدينه. فهنقرا مع بعض الكلمات وهنقرا مع بعض الدروس ونشوف بعض الجداول الجديده اللي علينا في الكلمات السنه دي اللي ما كانتش موجوده علينا قبل كده. فركز معايا كده، ولو عجبك الفيديو تدعمنا باللايك والتعليق والاشتراك في قناتنا، تفعيل زر الجرس لو اول مره تشاهدونا، واعملوا لنا شير كتير كده على الفيسبوك. ويلا كده على بركه الله، وركز معايا كده عشان نقرأ مع بعض الكلمات الأساسية. أول كلمات معانا اللي هي بعنوان Key Vocabulary Aquarium. يبقى أول حاجة عندنا Aquarium، اللي هي معرض الأحياء المائية، واخدينه قبل كده في الابتدائي. Aquarium Aquarium، تاني Aquarium Aquarium Aquarium. Bank Bank Bank، طبعا هنا البنك اللي هو اللي بنحط فيه الفلوس، ولكن ممكن استخدمها بمعنى ضفة النهر، يعني كلمة بنك تنفع بمعنى ضفة نهر. بعد كده حدائق نباتية، ودي كلمة مهمة جدا جدا. أنطقها إزاي؟ Botanical gardens Botanical gardens Botanical gardens Botanical gardens. بعد كده Library Library Library، وقلت لك قبل كده ممكن أنطقها Library Library Library، ودي المكتبة اللي بنقرأ وبنستعير فيها الكتب، لكن اللي بتبيع الكتب اسمها Bookshop. طيب بعد كده سبورتس سنتر سبورتس سنتر سبورتس سنتر، ده المركز الرياضي. ليك ليك ليك. مونيومنت مونيومنت مونيومنت. بيسفول بيسفول بيسفول، ودي كلمه مهمه جدا جدا في الدرس بتاع النهارده. ممكن استخدمها عشان اوصف شخص ان هو شخص هادي، او اوصف مكان ان هو مكان برضو ايه، هادي. طيب نيجي بعد كده ترافيك 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 ترافيك، ودي حركة المرور. بعد كده especially especially especially، يبقى أولها إيه؟ especially especially especially، يعني خصوصا أو على وجه الخصوص. الكلمات دي تحفظها كويس جدا. نيجي بعد كده للبوب كويز ده، اللي هو الاختبار القصير ده، ونشوف كده النمبر 1 كده بيقول you can see different kinds of fish at the، يعني انت ممكن تشوف انواع مختلفه من الاسماك فين؟ اكيد هشوفها في الاكواريوم. يبقى هنكتب هنا ايه؟ اكواريوم. نمبر 2 the a is slow، يعني ايه؟ بطيء، حركته بطيئه. so لذلك so we will be late for work، لذلك احنا هنتاخر على الشغل. يبقى ايه اللي بطيء؟ حركه المرور، مش كده؟ اللي هي ايه؟ traffic. Number three, we have great، يعني لدينا ايه؟ رائع او عظيم. At the Grand Egyptian Museum، طبعا المتحف المصري الكبير، فيه ايه؟ طبعا فيه آثار، مش كده؟ آثار عظيمة ورائعة. يبقى هنستخدم هنا monuments. بعد كده عندنا number four بقول I enjoy the A life in the countryside. countryside يعني الريف، يبقى انا بستمتع بايه في الريف؟ بالحياة الايه؟ بالحياة الهادئة. وهادئ قلنا يعني ايه؟ يعني peaceful. هنعرف دلوقتي في الكلمات ان هي بتساوي كلمة ايه؟ calm وكلمة quiet، والاتنين معناهم ايه؟ هادئ. هنقرأ دلوقتي بقى الكلمات الخاصة بالليسن 1 بس، اللي جاي على درس ايه؟ الدرس الأول بس. أول حاجة عندنا corner corner station station facts facts، وهنا ما بننطقش التي، ما لهاش فاكتس، اوكي؟ يبقى هي تاني facts facts. بعد كده restaurant restaurant restaurant. directions directions. borrow borrow، طبعا عكسها lend، ولند يعني يسلف. بعد كده عندنا الشوبينج سنتر، تاني شوبينج سنتر. turn
turn، وده فعل منتظم بنحط له ايدي عشان احوله للماضي. طيب بعد كده plants plants plants، ممكن تسمع الايه pla يبقى اقولها plants والاثنين صح، اما اقولها مثلا plant او plant. Lesson 2 Ruins Ruins، ودي بقايا المبنى، يعني لما يكون في بيت مثلا او مبنى او معبد مثلا قديم ولا حاجه وبتبقي من المبنى جزء، فده بنقول عليها Ruins، البقايا بتاعته. بعد كده Pollution، تاني Pollution Pollution. Nature Reserve Reserve، الاس هنا تنطق ز، يبقى تاني Nature Reserve. Area Area. Sphinx Sphinx، وده أبو الهول. Include Include. Natural Natural. Fact File Fact File. Village Village. Grandparents Grandparents Grandparents. Event Event. Useful Useful. في الصفحة اللي بعدها مدينا حاجة اسمها بعنوان cities and important places، يعني مدن وأماكن مهمة. أول مدينة عندنا، ودي طبعا الدرس كله بيتكلم عنها، إسماعيلية إسماعيلية أو إسماعيلية بقى لو إحنا هننطقها زي العرب، يبقى تاني إسماعيلية. The Suez ننطقها زي Suez Suez Canal، تاني The Suez Canal. Port سعيد، يبقى تاني بورت سعيد بورت سعيد. ليك تمساح ليك تمساح. ناتشرال ساينس ميوزيوم، وده متحف للعلوم الطبيعيه برضو موجود بالقرب من الاسماعيليه، يبقى تاني ناتشرال ساينس ميوزيوم. وبعد كده ايه الجيزه. الجدول اللي معانا بعد كده ده تصريف الافعال تحديدا اللي هي الايريجولار، الافعال غير منتظمه. ركز معايا كده في نقطة. take took taken run ran run say said said، واقولها said. build built built. hear heard heard. بعد كده جدول الديفينيشنز، وده برضو بيجي منه حاجات في الامتحان، يعني يجيب لي نقط كده ويقول لي اختار، ويجيب لي التعريف ده ويقول لي you can see beautiful fish there، يعني تقدر تشوف هناك اسماك جميله، يبقى ده طبعا تعريف للايه؟ لاكواريوم. البنك اللي هو المكان اللي بحط فيه الفلوس، عشان كده بيقول لي you can borrow and save money there، تقدر ايه؟ تستعير الفلوس او تحفظ الفلوس هناك. بعد كده botanical gardens، حدائق نباتيه، بيعرفها لي بشكلين، بيقول يا اما تعريف الاولاني you can see trees and other interesting plants there، يعني تقدر تشوف اشجار ونباتات اخرى ممتعه وشيقه هناك، تمام ده تعريف. التعريف الثاني بيقول لي a large park or open area، يعني هي حديقه كبيره او منطقه مفتوحه. where scientists اللي هم العلماء study plants and trees، بيدرسوا النباتات والاشجار which people can visit، اللي الناس اصلا بيقدروا كمان يزوروها. طيب library أو library you can borrow and read books there، تقدر تستعير وتقرأ الكتب هناك. طيب بعد كده sports center you can play volleyball tennis and other sports there، برضو بقول لي كمان تقدر تلعب كرة الطايرة والتنس ورياضات تانية كتير هناك. lake البحيرة a large area of water with land around it، يعني بقول لك يا منطقة كبيرة من المياه محاطة بالإيه؟ باليابس، يبقى ده البحيرة. بعد كده monument اللي هو الأثر، اللي هي مفرد آثار. something that people build to remember an important person or event، يبقى شيء الناس بتبنيه لتتذكر شخص مهم أو حدث مهم. peaceful وقلنا معناها شخص مسالم أو مكان هادئ، عشان كده بقول إن هي إيه تعريفها calm and quiet، يعني هادئ أو هادئ، لأن كلمة calm
وكوايت الاثنين معناهم ايه؟ هادئ. ترافيك، وخد بالك من التعريف ده، ترافيك واللي كارز لوريز اند موتور بايكس ذات يوز ا رود، يبقى هي العربيات العاديه العربات الصغيره او اللوريز اللي هي العربات النقل يعني، او الموتوسيكلات الدراجات البخاريه اللي هي بتستخدم الطريق، كل ده بنقول عليه ترافيك. اما سبيشالي يعني خصوصا واللي مور ذان يوجوال يعني اكثر من المعتاد. بعد كده حاجة اسمها collocations يعني متلازمات لفظية وكلمات بتيجي مع بعضها، يعني مثلا وكنا دي بناخدها من أول أولى إعداد عادي. do بتيجي مع بعض الكلمات، زي مثلا ما تقول do things معناه يقوم بعمل أشياء. do things. بعد كده do the same things معناها يقوم بنفس عمل أشياء. أي يقوم بعمل نفس الأيه الأشياء معلش. بعد كده do homework. do homework يعني يعمل الواجب المنزلي. طيب بعد كده go، وعارفين ان go من السنه اللي فاتت ان هي بتيجي بعدها الانشطه اللي فيها ing، يعني تقولها go swimming go shopping. بعد كده give يعطي، ممكن اجيبها مع كلمه directions اتجاهات، يبقى give directions او give advice. give advice يعني يعطي نصيحه. give advice. نيجي بقى للجدول اللي قلت عليه جدول جديد، ومطلوب منك السنه دي ان انت تذاكره كويس، لان الاختياري اصلا بيكون معظمه من الجدول اللي زي ده. طيب بيتكلم على ايه؟ بيتكلم هنا الجدول ده على حاجه اسمها synonyms وحاجه اسمها antonyms. كلمه synonyms وتحفظها كويس يعني مترادفات، وكلمه antonyms يعني متضادات، عشان لما اجي اقول لك هات السينونيم بتاع كلمة كذا تبقى عارف ان هو عاوز منك المرادف بتاعها، ولما اجي اقول لك هات الانتونيم بتاع الكلمة دي تبقى عارف ان هو عاوز منك المضاد، فلازم بقول لك تعرف ايه معنى كل واحدة فيهم. طيب نيجي بقى للكلمة، بديك الكلمة وديك المرادف بتاعها والعكس بتاعها. اول كلمة عندنا اللي هي attractive بتساوي في المعنى beautiful، الاثنين معناهم جميل او جذاب، عكسهم بقى unattractive و ugly. يبقى تاني unattractive و ugly. modern بتساوي في المعنى ايه؟ new، او حاجه اسمها up to date، برضو كلمه up to date يعني حاجه ايه؟ حديثه. وعكس طبعا الحديث او العصر ده بنقول عليه old او ancient، حاجه قديمه. interesting اللي هو معناه حاجه شيق بتساوي lovely يعني حاجه برضو رائعه. exciting حاجه شيقه ومثيره، يبقى كل دول بيساوي نفس المعنى. عكسهم بقى حاجة مملة اللي هي boring. نيجي بعد كده peaceful، وقلنا peaceful يعني مكان ايه؟ مكان هادي او شخص مسالم، وقلنا مرادفها calm وما بنطقش اللي هو calm او quiet. وعكسهم بقى مزعج او مكان مليء بالضوضاء يبقى نقول عليه noisy. بعد كده famous، وfamous يعني مشهور، بتساوي في المعنى برضو اللي تدي نفس المعنى مشهور برضو اللي هي well known، اللي تدي معنى معروف، والمعروف ده بيبقى مشهور برضو يبقى well known. عكسها بقى عكس known المعروف دي عكسها unknown. unknown يعني غير معروف. borrow قلنا ان borrow ده بيستلف وبالتالي بياخد، يبقى هي بتدي نفس معنى take ده السينونيم بتاعها. طب عكس borrow lend. lend يعني يسلف او يقرض. ده بالنسبة للسينونيم والانتونيم بتاع الكلمة. الجدول اللي تحته برضه مهم جدا، وبيجي فيه الأسئلة بتاعت بي تشوز، وبعنوان حاجة اسمها prefixes و suffixes. خلينا في البريفيكس الأول. البريفيكس ده اللي هو من اسمه بادئة، بادئة يعني بتيجي في أول الكلمة، حروف بحطها يا أولاد على أول الكلمة عشان تدي كلمة جديدة. طيب السافكس اللي هي نهاية، نهاية يعني بنهي بها الكلمة، يبقى هي حروف بحطها على آخر الكلمة عشان تدي كلمة جديدة برضو. ركز بقى معايا. أول حاجة كده لما تلاقي المنظر ده كده تعرف على طول، يعني حاطط لك الشرطة دي تعرف على طول إن الحروف دي محطوطة في آخر الكلمة. طيب لو جاب الشرطة بعد المقطع تعرف على طول إنها محطوطة في أول الكلمة، يبقى الشرطة دي بتمثل الكلمة نفسها. طيب فول بنحطها على الكلمة او على الاسم عشان تدينا الصفه، يعني مثلا لو خدت بالك من كير هتبقى كيرفول،
careful. يبقى تاني full هحطها على care تبقى careful, help تبقى helpful, peace تبقى peaceful, use تبقى useful. تعرفهم كويس. طيب بعد كده عندنا ال ION بحطها على بعض الكلمات زي ما بحطها لكلمه ايه pollution اللي هي كلمه ايه pollute بحطها عليها تبقى pollution. direct هتبقى direction يعني اتجاه. ال IVE بيقول لي بتكون الايه الصفه من الفعل, عشان كده عندي اول حاجه اللي هي او الكلمه اللي هي بالاسود دي اسمها attract, ده معناها يجذب, ده فعله, لكن لما احط لها IVE احولها لصفه تبقى attractive جذاب. اليو ان انت بتحطها على الكلمه عشان تدي الاوبوزيت العكس, زي مثلا ايه natural هتبقى unnatural, usual unusual, known هتبقى unknown, يبقى هي بتدي ايه عكس المعنى. نيجي بقى دلوقتي لحاجه اسمها general notes على الريدنج والليسننج, يعني الملاحظات اللي هي اللغويه, ودي بتبقى مهمه جدا خد بالك. عندي ثلاث كلمات بيدوا معنى يصل الى, طب في فرق ما بينهم؟ في فرق ما بينهم. الكلمات دي اللي هي عباره عن reach اللي هي arrive وget. تعال كده نشوف الفرق ما بينهم كده بما انهم الثلاثه معناهم يصل الى. اول حاجه عندنا reach بيجي بعدها اولاد المكان مباشره وما بتحتاجش الحرف جر, يعني لا اقول بقى reach to ولا reach in ولا reach at ولا الكلام ده, لا هات بعدها المكان على طول. ده هنا ما بقول لي the Suez Canal ودي موجوده في كتاب المدرسه, runs through the city before it reaches the sea, ادي الفعل اللي هو يصل جاب بعدها ايه هنا المكان على طول بدون حرف جر. حلو كده. نيجي ليه arrive, arrive بيجي بعدها حرفين جر, تمام, واخدينها دي قبل كده, قلنا قبل كده بيجي بعدها arrive in و arrive at. تعالى كده نشوف الفرق ما بينهم. طبعا هنا بيقول لي ايه arrive at اللي هي بتيجي بعدها منشآت يا اولاد, يعني ايه منشأة؟ يعني مثلا اللي هي مدرسة الكلام الحاجات اللي زي دي كده, زي هنا مثلا بيقول لي ايه he arrived at school on time, جاب بعدها منشأة اماكن صغيرة يعني. طب تعالى كده نشوف هنا arrive in, arrive in بيجي بعدها المدينة أو المدن الكبيرة أو الدول, زي مثلا ما بتقول إيه they arrived in Alexandria to spend the summer holiday in, يبقى فعلا جاب بعد arrive in جاب بعدها مدينة اللي هي مدينة اسكندرية. طيب get to بمعنى يصل إلى, بستخدمها بمعنى يصل إلى مكان ولكن بصعوبة, لما توصل لمكان بس أنت وصلت له بعد إيه بعد تعب ومشقة فتقول إيه he gets to his work late every day, يعني بيوصل لشغله متأخر كل يوم مثلا بسبب ايه زحمة المرور او كده. يبقى لازم تبقى عارف الفرق ما بينهم هما الثلاثة, get بيجي بعدها to, arrive بيجي بعدها in او at, لكن reach ما بتحتاجش الحرف جر. نيجي بعد كده للساينس اللي هي طبعا بيستخدم كذا معنى, ولكن خلينا نستخدمها الاول في زمن اسمه زمن ال present perfect المضارع التام. المضارع التام ده يا اولاد اللي بيتكون من استخدام حاجه اسمها has او have والتصريف الثالث, عشان كده ادي have والتصريف الثالث وادي برضه have والتصريف الثالث. طيب since دي لما بتيجي في التصريف الثالث بيكون معناها زي ما انت شايف كده منذ, لما بتيجي مع المضارع التام بيبقى معناها منذ, زي هنا مثلا بقول ايه we've lived here since 2009, يعني عشنا هنا منذ 2007, فبيجي بعدها البداية بتاعت الحدث, يعني انت عشت هنا من امتى؟ منذ امتى؟ من 2007. طيب بستخدم since برضو بمعنى منذ, ولكن في الحالة الثانية دي بيجي بعدها جملة ماضي بسيط, جملة في الماضي البسيط, يعني اللي قبلها يكون مضارع تام اهو, ولكن الجملة اللي جاية بعدها تكون في زمن المضارع اللي هو الماضي البسيط وادي الفعل اللي في الماضي. معنى الجملة ايه؟ Well, I haven't found Lynn, يعني أنا ما اتصلتش بلين since she left Cairo, منذ أن غادرت القاهرة. طب هل since لها معنى تاني غير منذ؟ لها معنى تاني اللي هو إيه؟ لأن. طيب لما أقول لك since traffic is slow, يعني لأن الترافيك بطيء حركته بطيئة, there isn't much pollution, بقول لك مفيش تلوث كتير بسبب
ان حركة المرور ايه بطيئة. نيجي بعد كده لكلمة reserve. reserve بمعنى محمية، لما خدناها مع كلمة اسمها natural reserve، محمية طبيعية. لا ده انت هتاخدها هنا كمان بمعنى يحجز. طيب لما تكون كلمة reserve بمعنى يحجز، في الحالة دي هتساوي كلمة ايه؟ book. قال لا هي مش book يعني كتاب، اقول لك اه book معناه كتاب لو انت استخدمها كاسم، لكن اقدر استخدم الكلمة دي كفعل بمعنى يحجز. يبقى كلمة book تنفع كفعل بمعنى يحجز، وبرضه reserve يحجز. I'd like to reserve a table for two persons. انا عاوز احجز ترابيزة لشخصين. نيجي بقى لريزيرف، ان انا ممكن استخدمها كمحميه زي اللي عندنا في الكلمات ورا، وقلنا اسمها ايه؟ ناتشرال ريزيرف يعني محميه طبيعيه، او اقول ايه؟ ذا نيتشر ريزيرف ذا موست انترستنج بليس تو فيزيت، يعني اكثر مكان ممتع وشيق لزيارته. اخر نقطه معانا في اللانجوج، او اللي هو اللانجوج نوتس اللي هي الملاحظات اللغويه، اللي هي كلمه بيس وبيسفول. بيس بس ديت اسم بمعنى السلام، وعكس السلام ايه؟ الحرب، والحرب يعني وور. يبقى تاني بيس وور، بيس وور. طيب خلاص نيجي بقى ان كلمه بيس اللي هو السلام ده اقدر احولها الى صفه عن طريق ان انا احط لها حاجه اسمها السافكس اللي هو الاف يو ال، في الحاله دي هتبقى بيسفول يعني مسالم او سلمي او هادئ. الجدول اللي معانا بعد كده ده جدول الـ important expressions، وكمان الـ prepositions حروف الجر والتعبيرات المهمة. Take the second road، دي مهمة جدا على فكرة التعبيرات زي دي، عشان لما نيجي نوصف لواحد طريق فهتقول له take the second road، خد الطريق الثاني. There are a lot of things to do، يعني يوجد الكثير لفعله. Have tennis lessons، بياخد دروس تنس. Look like، يشبه. It is a good place to، مكان جيد لي. Find out about، find out يعني يكتشف، لكن find لوحدها يعني يجد، يبقى find out about. With beaches around it، شواطئ حواليه. On the lake، on the lake. Compare with، compare with، مهمة دي. Late for، late for. وبعد كده for about 20 meters أو 20 meters، يعني لمسافة 20 متر. وطبعا about تدي معنى تقريبا او حوالي. تكملة الجدول بيقول لي more than usual، اكثر من المعتاد. come home، come home. طب هتقول لي هو ليه ما قالش مثلا come to home؟ هقول لك لان home ما يجيش قبلها حرف جر مع الافعال اللي تدي معنى يصل الى، يعني تقولها come home، تقولها get home، تقولها arrive home من غير اي حرف جر. طيب بعد كده عندنا يتسوق، وخد بالك من دي قوي. لو كلمه يتسوق اللي هي shopping جت كده وما فيش قبلها حاجه، يبقى حط قبلها go، يبقى go shopping. لكن لو جه قبل كلمه shopping the، ما تقدرش تستخدم go، والبديل بتاعها هنا يكون ايه؟ do. يبقى ساعتها تقول do the shopping. نيجي بعد كده run through، run through، عشان لما نيجي نتكلم على السويس كانال اللي هي قناه السويس اللي هي بتجري عبر الاسماعيليه. On the map، على الخريطه. جينا بقى للجزء الثاني معانا في فيديو النهارده، وهو قراءه الدروس. فركز معايا كده عشان تبقى عارف الدروس اللي عندك بتتكلم عن ايه. وضروري جدا يا جماعه لو مستفيدين من فيديو النهارده تعملونا باللايك والتعليق والاشتراك في قناتنا وتفعيل زر الجرس والشير كتير قوي على الفيسبوك لاسم القناه. المحادثه الاولانيه دي قدامنا ما بين منى وداليا، فتعالى كده يلا نشوف البنتين دول بيتكلموا بعض في التليفون بيقولوا ايه. فبتبدا هنا منى تقول هلو داليا، اي ام ات ذا لايبرري، وير ار يو؟ أنا في المكتبة، أنت فين؟ هتبدأ بقى توصف لها الطريق، تقول لها هاي منى، I am next to the station، أنا بجوار المحطة. خد بالك بقى قوي قوي من السؤال اللي جاي ده، عشان ممكن تستخدمه في سؤال الديالوج. يبقى هنا بتقول لي بقى How do I get to the library؟ يعني كيف أصل إلى المكتبة؟ هنا بقى بتبدأ توصف البنت اللي هي منى، بتقول لها It's easy، ده حاجة سهلة جدا. From the station go straight on، يعني من المحطة كده
امشي على طول، امشي مستقيم. دي خد بالك من الكلام برضو اللي هو بالاسود ده. فقالت لا، هاو فار؟ ما انا مش هفضل ماشي يعني 10 كيلو مثلا، يعني همشي قد ايه؟ هاو فار؟ كام ايه المسافه اللي همشيها يعني؟ قالت لها فور اباوت 20 meters، يعني لحوالي كده تقريبا او حوالي 20 متر. قالت لها اوكي. وهي ماشيه كده بتقول لها ايه؟ Do I go past the sports center؟ هل ان انا او هل يجب ان انا امر من قدام الـ 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 او امر بالمركز اللي هو المركز الرياضي، اعدي من قدام المركز الرياضي يعني؟ قالت لا، yes but then turn left، يعني انت هتعدي من قدام المركز الرياضي ولكن ايه بعده then ثم يعني turn left، يعني اتجه ايه شمال بعد ما تجتازي المركز الرياضي ده، احودي المركز الرياضي احودي شمال. قالت لها اوكي. بعد كده منى بتقول لها ايه؟ walk past the botanical gardens، يعني اجتازي برضو. walk past عامله زي go past بالظبط، الاثنين زي بعض، معناها اجتاز يعني عدي من قدام يعني، يبقى go past they ايه؟ they walk past. يبقى تاني walk past the botanical gardens، the botanical gardens. قالت لها I am walking past them now، يعني انا ماشيه من قدامهم دلوقتي، انا بجتازيهم دلوقتي، بعديهم دلوقتي. قالت لها great. After the botanical gardens turn right، بعد الحدائق النباتية اتجهي يمين، حودي يمين. كل ده بتوصف لها ازاي توصل للايه للمكتبة. بعد كده داليا قلت لها turn right after the botanical gardens، اوكي يعني احود يمين بعد الحدائق النباتية. حسنا، بتعيد الكلام بتاعها. فقالت لها بعد كده ايه بقى؟ then ثم take the second road on the right، خد المنعطف الثاني او الطريق الثاني على ايدك اليمين. Can you see a restaurant؟ انت شايفه قدامك مطعم؟ قالت لها I think I can see it، اعتقد ان انا شايفاه من بعيد شويه. It's on the corner، يعني هو على نص الشارع، على الزاويه، على نص الشارع. فرجعت هنا تكمل وصفها بتقول لها walk past the restaurant، اجتازي المطعم، اعدي من قدام المطعم. وبعد كده the library is between the restaurant and the museum opposite the bank، يعني مكتبة تلاقي بين المطعم والمتحف، أمام أو في مقابل البنك، قصاد البنك. فخلاص كده وصلت خلاص. فبتلاقي thanks Mona see you soon، يعني أراقي قريبا. وهي طبعا راحت قابلها في المكتبة. اللي احنا قرأناه فوق المحادثه ديت، دي عباره زي ما بقول لك كده محادثه عن ازاي توصف لواحد الطريق، وده هيجي لك في سؤال الديالوج، ان هو يجيب لك اتنين وواحد فيهم بيوصف للتاني الطريق. تعال كده نشوف نادر هنا بيقول ايه، بيقدم لنا او بيتكلم عن نفسه. وهنا بيقول ماي نيم از نادر، اسمي نادر، اي ليف ان الكسندريا وذ ماي مام ماي داد اند ماي تو براذرز، عايش في اسكندريه مع ام ووالدي واخواتي الصبيان الاثنين. الكسندريا از ا فيري historical city with lots of famous buildings, ruins and monuments, but it's a modern city too and there are lots of things to do here. يعني اسكندرية ديت مدينة تاريخية بها العديد من المباني المشهورة والبقايا المشهورة اللي هو الأطلال يعني، وكمان الآثار المشهورة. ولكنها مش مدينة تاريخية وقديمة بقى، لا ده هي كمان مدينة حديثة أيضا، وبها الكثير من الأشياء اللي أنت تقدر تعملها هنا. بيكمل كده كلام هنا الولد وبيقول لنا ايه؟ at the weekend، في عطلة الأسبوع، I like to spend time، بحب أقضي وقت كده with my family، مع عيلتي. On Friday afternoons، في الفترة اللي بعد الظهر من يوم الجمعة، we usually go to the park، بنذهب للحديقة عادة. But sometimes we go to a museum or the aquarium، ولكن أحيانا بنذهب للمتحف أو بنروح معرض الأحياء المائية. I love watching the fish، بحب مشاهدة الأسماك. بعد كده بقول on Saturdays، في أيام السبت، I visit my grandparents، بزور أجدادي. They live in Alexandria too، بيعيشوا برضو في اسكندرية. I enjoy playing chess with my granddad، بستمتع بلعب الشطرنج مع جدي. He's very good at it، هو جيد جدا في اللعبة دي يعني في الشطرنج. But sometimes I win، ولكن أحيانا أنا بفوز. نشوف بعد كده جودي بتقول لنا My name is Judy and I live in Aswan،
هنا بقى بتعيش في أسوان مش في ألكسندريا. It's a busy city. هي مدينة مزدحمة زحمة. With about 1.5 million people. يعني فيها مليون ونص مليون نسمة أو شخص. And there's always a lot to do at the weekend. وفيها دايما حاجات كتير أو تقدري أو تقدر تعملها في عطلة الأسبوع. زي إيه بقى؟ بتقول On Friday mornings في صباح الجمعة I sometimes go shopping. أحيانا بذهب للتسوق. أسوان is a great place for this. أسوان هي مكان رائع لهذا للتسوق يعني. There are lots of interesting shops and I love going to the famous market. يعني بتقول لك في محلات ممتعة كتير وبحب أذهب للإيه؟ للأسواق المشهورة. I also like to go to the botanical gardens or the nature reserve. يعني أنا بحب إيه؟ إن أنا أذهب للإيه؟ للحدائق النباتية أو المحميات الطبيعية أو المحمية الطبيعية. The nature reserve. بعد كده بقول هنا On Saturdays في أيام السبت I do my homework and in the afternoon وبعد الظهر I go to the sports center for my squash lesson. بذهب للمركز الرياضي لدرس السكواش بتاعي. It's my favorite sport. يعني هي رياضتي المفضلة. الجزء بقى التاني اللي معانا على Lesson 2 بيتكلم على الدرس الأساسي معانا اللي هي الإسماعيلية. وتعالى كده نشوف لأن ممكن يجي باراجراف عليها. فهنا بقول لي إيه؟ I am Sharif and I live in الإسماعيلية. يعني أنا شريف وبعيش في حاجة في مدينة إيه؟ الإسماعيلية اللي هي ممكن أقولها إسماعيلية. إسماعيلية. Which is between Port Said and Suez. يعني هي التي بين تقع بين بورسعيد والسويس. The Suez Canal runs through the city before it reaches the sea. يعني قناة السويس بتجري عبر المدينة وقبل ما بتصل إلى الإيه؟ البحر. إسماعيلية is beautiful. مدينة جميلة الإسماعيلية. There are attractive buildings, interesting monuments, and lots of gardens. بتتميز بيه بقى واللي يوجد بها المباني الجذابة وكمان الآثار الممتعة والكثير من الحدائق. Around وأراوند يعني حوالي أو تقريبا عاملة زي about. 350,000 هقوله تاني ازاي الرقم تاني 350,000 يعني 350,000 people live here يعني فيها العدد ده من الناس بيعيش فيها but since traffic ولكن لأن حركة المرور slow بطيئة there isn't much pollution لا يوجد الكثير من التلوث في هذه المدينة وخد بالك من الجملة دي عشان بتيجي في الامتحانات مكملين لسه كلام مع بعض على الإسماعيلية. الإسماعيلية is peaceful يعني هي مدينة قلنا هادئة but it isn't boring ولكن مش معنى إن هي هادية إن هي مملة ولكنها ليست مملة. There are lots of things to do here فيها الكثير من الأشياء للقيام به هنا especially يعني على وجه الخصوص at the weekends في عطلات الأسبوع. On Friday afternoons في الفترة اللي بعد الظهر من يوم الجمعة I often go to Lake تمساح يعني غالبا كده بذهب إلى بحيرة تمساح which is near the city اللي هي بالقرب من المدينة with my family مع عيلتي it's a beautiful lake with beaches around it هي بحيرة جميلة بشواطئ إيه محيطة بيها كل ده لما أحب أكتب paragraph على الإسماعيلية أكتب كل ده أكتب كل المعلومات دي عشان كده الدرس ده بقول لك مهم جدا بعد كده on Saturday mornings في صباح السبت I have tennis lessons عندي دروس في رياضة التنس at the sports center at 9 a.m. في مركز الرياضة الساعة 9 صباح sometimes I go swimming in the afternoon with my friend Said أحيانا بذهب للسباحة مع مين؟ مع سيد صاحبي في الفترة اللي بعد الظهر بعد كده وأخيرا آخر paragraph هنا بقول there are some interesting museums in Somalia يعني فيها بعض المتاحف الممتعه. My favorite is the Natural Science Museum because I am interested in animals. يعني المفضل بقى بالنسبه لي هو المتحف العلوم الطبيعيه لان انا مهتم بالحيوانات. It's a good place to go at the weekend. مكان رائع وجيد للذهاب اليه في عطله الاسبوع.
لجاية ده بقى ده اخر جزء معانا، اللي هو واحد كده بيكلمنا، وده من الكتاب الورك بوك، بيقول I live in a small village in the south of Egypt. انا بعيش في قرية صغيرة في جنوب مصر. At the weekend في عطلة الأسبوع I usually do the same things. عادة كده بعمل نفس الأشياء. On Saturdays I get up at 7 a.m. بصحى يوم السبت، أيام السبت الساعة 7 بالظبط صباحا. Then I always do my homework after breakfast. بعد كده دايما بعمل واجبي بعد الفطار. At lunch time في وقت الغداء I visit my cousins. بزور ولاد عمي. We like to eat together. بنحب ناكل مع بعض. Then ثم In the afternoon بعد الظهر I often play games with my cousins. بلعب ألعاب مع أولاد عمي. وبيسألنا كده، بيوجه لنا الكلام، بيقول لنا What do you do؟ ماذا تفعل؟ كده أنا بكون وصلت معاك لنهاية فيديو النهارده. أتمنى الفيديو يكون عجبكم وتكونوا استفدتوا منه. إن شاء الله الفيديو اللي جاي هشرح لك درس الجرامر، والفيديو اللي بعده هيكون عبارة عن حل كل الأسئلة اللي موجودة أو الخاصة بالدرس الأول والثاني من كتاب الإيه؟ المعاصر. وكذلك ان شاء الله برضو هحل لك الاسئله الخاصه بكتاب جيم، عشان تشوف اكبر قدر ممكن من الاسئله من كتب مختلفه، لان ده هيساعدك ان انت تشوف الاسئله في كذا اي شكل يعني. اتمنى بقى ان انت تدعمونا باللايك والتعليق والاشتراك في قناتنا وتفعيل زر الجرس، وتعملوا شير كتير كده لقناتنا على الصفحات التعليميه على الفيسبوك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.